مساء الخير جميعا، كيفكم؟ شو الأخبار؟ طبعا هذا الفيديو عشان احنا نتعلم كيف بدنا نسجل او كيف بدنا نشارك بالمسابقة ونبعث النتيجة الخاصة بالمسابقة. بالبداية بدنا ننصب برنامج اللي هو الفيديو ريكوردر. احسن برنامج احنا نتعامل معه هو برنامج اوبن سورس اسمه فوكو سكرين. هذا هو البرنامج، اسمه فوكو سكرين. حنفوت على اول لينك، تمام؟ فرح تفتح عنا هي الصفحة. بالنسبة لنا حنختار الكارن فيرجن اللي هو اول فيرجن ظاهر عنا، ال 64 بت. حنضغط عليها فحنلاحظ بدأ التحميل مباشرة. رح نحملها، تمام؟ فرح يفتح عنا البرنامج بهذا الشكل. هذا هو الشكل اللي حيفتح عنا البرنامج. رح نخليها على الاوبشنز اللي هو فول سكرين، تمام؟ بعدين حنضغط على زر ستارت. بعدين رح نفوت على الويب سايت تبع الجيم. هذا هو الويب سايت الخاص بالمسابقة، تمام؟ أول ما دخلنا عليه فرح تطلع عنا هي الواجهة. هي هي اللعبة اللي حنقوم فيها بالمسابقة. طبعا في عنا احنا 3 مود، ولكن المسابقة سبق أنا وخبرتكم هي رح تكون على النورمال مود. اول ما ضغطنا على النورمال مود فلح تبدأ اللعبة بهذا الشكل، تمام؟ فاحنا المفروض نكتب الكلام اللي ظاهر عنا، تمام؟ عشان نقدر ننتقل بالمراحل باللعبة. فبهذا الشكل طبعا احنا بنكتب. طبعا متى ما بلشنا نسمع هذا الصوت معناتها انا عم بكبس حرف غلط، تمام؟ ما فيني انتقل على الكلمة اللي بعدها غير ما اني خلص الكلمة السابقة. فما فيني انتقل من كلمة لكلمة. يعني اذا بلشت بالكلمة كبس حرف غلط، مثلا انا بدي اكتب كلمة بيزك فرح تكابس حرف ال ال، وانا عم بكتب كلمة بيزك ما حيخليني حتى اخلص كلمة الراي، تمام؟ فلا اقعد انا اكتب الكلام اللي ظاهر عندي. فمنلاحظ انه هو عم ينتقل من wave to another wave كل ما انا خلصت شو كتابة الكلام بشكل كامل. طبعا اول ما تخبط فيني، اول ما تقرب هاي الدويرة وتقرب لعندي، فانا اعتبر شو خسرت. فانا لازم ضلني عم بكتب هذا الكلام اللي ظالع قدامي لحد ما شو وصل لمرحلة اني انا خسرت باللعبة. طبعا الحاصل على اعلى عدد من الفيز هو اللي رح يربح معنا بهي المسابقة. فبتمنى يعني من الجميع يعملوا جهدهم بانهم ان شاء الله يكون الرابح بهذا المسابقة. بالاضافة رح نشوف مسابقات تانية لقدام قيمة جدا وممتازة جدا. فبتمنى من الجميع يلتزم بهذا الفيديو، تمام؟ لانه اي خلل او اي عدم التزام باي شرط من هذا الشروط انت لازم تسجل لي فيديو بانك عم تكبس على البلاي نورمال مود. اذا بتكبس على الايزي او على الاكسبرت فتعتبر انت خارج هي المسابقه. لازم تضغط على زر بلاي نورمال فبتبدا اللعبه، بتعمل ريكورد. اول ما تخلص انت لعب او خسرت، تمام؟ فحتفوت على الفوكو سكرين تعمل ستوب، فبهالحاله بينتهى الريكورد الخاص بحضرتك. تبعت لي الفيديو على حساب التليجرام عشان يتم التأكد من الفيديو بشكل كامل ونتأكد من أعلى الحاصل على أعلى عدد ويفز خلال هي المسابقة، فلح يكون طبعا هو الرابح معنا. وأهلا وسهلا فيكم وشكرا جزيلا لكم، ونلتقي إن شاء الله بتاريخ المسابقة، وشكرا جزيلا.